نحكي عن الـ Network Models. الـ Outline لهذا الـ Chapter نحكي عن الـ Protocol Layering. يعني ليش عملنا Layering؟ الـ Protocol Layering TCP/IP Protocol Suite، وراح نحكي عن الـ OSI Model. عاملين هون two scenarios. The first scenario talk about one layer, and the other scenario talk about three layers. شو يعني layers؟ Okay, راح نحكي هون عن TCP/IP protocol suite اللي بتكون من five layers. اللي هم الفيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، وترانسبورت لاير، و اوكي الفيزيكال تي سي بي اي بي بروتوكول سوت بتكون من 5 لايرز، فيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت لاير، and the application layer. كمان راح نحكي عن ال addressing mechanism used by each layer اللي هم ال TCP/IP protocol suite اللي هذا مستخدم في الانترنت الان. زي ما هو قايل هون ال TCP/IP protocol suite هو subject موضوع بكل يعني ممكن انه نتطرق له في several chapters، مش هو يعني في chapter مثلا في هذا الشابتر ناخذ شوي عن TCP/IP protocol suite، الشابتر اللي بعديه ناخذ شوي عن TCP/IP protocol suite. راح نحكي عن ال OSI model. شو معنى شو لما نقول layering؟ protocol لما نقول protocol layering هاي الكلمة we hear all the time. When we talk about the internet, it's a protocol. We go, the internet is a protocol. The protocol معناته زي ما حكينا في the last lecture هو defined the rules. إذا في عندي rules، هذول الرولز أو القوانين على مين بدنا نطبقها؟ بدنا نطبقها على السندر، وبدنا نطبقها على الريسيفر، ونطبقها على كل الـ intermediate devices between the sender and the receiver. ليش؟ To have an effective communication. الآن when communication is simple ممكن احنا ما نحتاج protocol أو نحتاج very simple protocol، لكن لما تكون الـ communication complex معناته احنا بحاجة إلى protocols، بحاجة إلى layers ونسميها protocol layering. زي ما هو قايل هون في two simple scenarios to better understand the need for protocol layering. The first scenario اللي هي communication is so simple, and the second scenario the communication between Maria و Anne takes place in three layers. إذا هو المرسل ماريا والمستقبل آن. فلاحظ هون في عندي single layer protocol، رفعت السماعة أو حكت معها مباشرة، حكت معها مباشرة، يعني ما فيش داعي إنه يكون مثلا هذه المسافة بيناتهم قريبة، فهي حكت معها. فماريا توك وهذه لسن، لما هذه توك هذه لسن، إذا ما فيش عندي غير one layer، هذا layer هو من خلال الديستانس أو الهواء اللي بيناتهم. لكن إذا كان عندي إذا كانت ماريا بمكان نعمل ريكورد للمحاضرة recording started. فإذا كانت ماريا في مكان وآن في مكان ثاني فهي ما بتقدرش تحكي معها as simple as we talk before. فمثلا نقول هون ماريا بدها تودي رسالة إلى آن، فماريا كتبت هلو في البلين تكست، يعني in simple English كتبت هلو. الآن
من ناخذ اللاير شو نقول انه اذا كتبت ماريا كتبت هذه الرساله كتبت هلو داخل الرساله ومسكت هذه الورقه وحطتها داخل الانفلوب فسكرت الانفلوب وكتبت from Maria to Anne. الان الانفلوب حطيناه هذا بصندوق البريد فصندوق البريد اجى اخذ ساعة البريد ووداه على البريد على البوست اوفيس وخلصت وصلت للبوست اوفيس. الان الطريقه المعاكسه اللي هي الاذر دايركشن اللي بدنا نوصل هذا الرساله الان راح تكون بنفس اللاير اللي احنا مشينا فيهم بس راح تبدا من البوست اوفيس الى صندوق البريد ماشي الى شيء بنسميه السايفر تكست الى الكلين تكست. الان شو السايفر تكست؟ هذا السايفر تكست بيكون متفق بسندر اند ريسيفر مثلا ماريا وان بيكونوا متفقين بيقولوا مشان ما حدش في الطريق هاكر او غيره يمسك الرساله ويقراها او يفسر هذا الرساله. فاحنا شو بنعمل؟ بنقول انا بدي ابدي لك هاي. فهاي لما نبعثها عن زيروز اند وانز مثلا كانت 8 بت فهي تحكي لها ماريا بتقول لها هذول الثمانية بت انا بدي اضيف 4 بت بالاول واربعة بت بالاخير فقديش صارت الرسالة؟ صارت الرسالة 16 بت. فلما نوديهم 16 بت الان ان اخذت الاربعة بت والاول اربعة بت رمتهم واخر اربعة بت رمتهم فظلت عندي الثمانية بت. لما فسرت الثمانية بت فطلعت عندي هاي. اذا السايفر تكست اللي هو الانكريبت يعني شفرت وبالجهة المقابلة شو عملت؟ عملت إعادة تشفير. إذا صار في layers رسالة envelope ساعة بريد و post office. زي ما قلنا عندي two scenarios. The first scenario إنه فيش simple communication اللي هي bidirectional communication. And the first principle dictates that if we want a bidirectional communication, we need to make each layer that is able to perform two opposite tasks in one direction. زي ما حكينا هو بيحكي لكن في الجهة المقابلة بيسمع. إذا حكى في الجهة المقابلة بده يسمع في هذه الجهة. The second principle لما بيكون عندي مجموعة من layers أو three layers بدها تبدأ من الترانسميتر للريسيفر. تبدأ من الترانسميتر من فوق لتحت لكن الريسيفر بده يبدأ من تحت لفوق. Logical connection يعني في عندي connection في عندي logical address. بنقول انه لما نبعث من محمد الى محمود رسالة هذه محمد الى محمود هل محمود راح يتغير خلال توصل الرسالة من محمد الى محمود؟ راح يتغير. اذا هذا logical address. This means that we have layer to layer communication. ماريا زي ما حكينا قبل شوي and Anne can think that there is a logical او imaginary connection at each layer. فنبدأ ب إذا هاي في عندي logical connection وهذا عندي logical connection. شو معناته؟ معناته إنه هذا layer 3 بس بفهم عليه layer 3, layer 2 بس بفهم عليه layer 2, layer 1 بس بفهم عليه layer 1. TCP/IP protocol suite. هذا TCP/IP protocol suite اللي هو زي ما مرض نحكي هو بروتوكول. شو معناته بروتوكول؟ بروتوكول هو rules. هاي rules that both the sender and the receiver وكل intermediate device between sender and the receiver لازم they have to follow these rules to have an effective communication. إذن هذا البروتوكول. TCP/IP protocol suite بتكون من 5 layers. هذول اللايرز نبداهم من فوق لتحت. من فوق اللي هو الابلكيشن هذا بيكون قريب من اليوزر. هذا اليوزر ممكن يكون ابلكيشن ممكن يكون هيومن. فنبدا بالابلكيشن لاير بننزل على الترانسبورت لاير النتورك لاير الداتا لينك لاير اند الفيزيكال لاير. الان في الجهه المقابله اذا هذا قلنا هذولا للسندر. في الجهة المقابلة في عندي الرسيفر له the same five layers بس راح يبدأهم من تحت physical
data link, network, transport, and application. لأن اللي بصير هون بالابليكيشن لاير اللي هي اليوزر بده يستخدم الابليكيشن لاير، فقلنا مثلا هيومن بده يستخدم الايميل، فبيجي بقول هلو. الان الهلو هذه بدها تتحول، هاي رساله، هاي مسج، فالابليكيشن لاير باخذ هذه الهلو وشو بضيف لها؟ بضيف لها بنسميه هيدر فايل. هذا الهيدر فايل بنحط فيه اللي هي الادرس للديستنيشن وللسورس. فمثلا كانت هذا الادرس كان 7، فبنحط انه السورس 7 والديستنيشن بدي اوديها للديستنيشن 20. الان الترانسبورت لاير في بينه وبين الابلكيشن لاير انترفيس، لانه كمان بفهموش على بعض، ففي انترفيس مشان نقدر نحول المعلومات من الابلكيشن للترانسبورت لاير. فالترانسبورت لاير باخذ الانفورميشن كامل، المسج اللي هي تتكون من المسج الاصلي زائد الهيدر فايل، وهذول شو بيساوي؟ باخذهم على انهم مسج وبضيف لحاله هيدر فايل. هذا الهيدر فايل بيكون فيه له بيكون فيه ادرس، لوجيكال ادرس، بس بفهم عليه مين؟ للترانسبورت لاير في الجهه المقابله. نيجي على النتورك لاير من خلال الانترفيس، باخذ المسج كامله اللي هي ترانسبورت، باخذ المسج اللي هي المسج الاصليه بالاضافه للهيدر فايل تبع الابلكيشن بالاضافه للهيدر فايل تاع الترانسبورت، وبضيف لحاله هيدر فايل وبخليها مسج. الداتا لينك لاير كمان بتاخذ المسج اللي موجوده من النتورك لاير وبتضيف لحالها هيدر فايل، بس الداتا لينك لاير مختلفه عن اللايرز الموجودات، انها بتضيف لحالها هيدر فايل وبتضيف لحالها تريلر. تريلر يعني بتضيف فيها هيدر وفي عندها تريلر. التريلر طبعا راح نحكي عنه ليتر اون شو وظيفته. الهيدر بنحط فيه الادرس. الفيزيكال باخذ كل المعلومات اللي موجوده هون اللي هي بالاضافه للتريلر والهيدر فايل، وباخذها كامله. الان الفيزيكال لاير هو اقرب للترانسميشن ميديوم، قلنا الترانسميشن ميديوم اللي هو لازم يكون موجود بين الترانسميتر وبين الريسيفر مشان نقدر نرسل the information. الان الترانسميشن ميديوم حكينا عن المره اللي فاتت، ممكن يكون واير ممكن يكون وايرلس. واير زي الكوأكسيال كيبل زي الفايبر اوبتيك، وايرلس اللي هو the air. الان الرساله من TCP/IP بروتوكول سوت بتيجي من فوق من الابلكيشن للترانسبورت للنتورك للديتا لينك لاير للفيزيكال لاير. الان بعثناها من خلال الترانسميشن ميديوم، الان نيجي لمرحله الريسيفر. الريسيفر في له 5 لايرز، هذول الفايف لايرز بيبدوا من تحت لفوق، لانه الترانسميشن ميديوم اللي بيكون فيها المسج اللي بيكون فيها زيروز اند وانز، فبتاخذ هذه المسج الزيروز اند وانز باخذها مين؟ الفيزيكال لاير. فالفيزيكال لاير بتاخذها وبتشوف هل بتعمل ماتش للهيدر، لانه في هيدر فايل، فبتشوف الهيدر فايل، هل الهيدر فايل هذا الي؟ فاذا كان الها هذا الهيدر فايل تعمل اكستراكت للهيدر فايل. شو يعني اكستراكت؟ يعني بترمي الهيدر فايل وشو بتساوي؟ وبتاخذ المسج وبتوديها لمين؟ للابر لاير. الابر لاير بالنسبه لها اللي هي الداتا لينك لاير. الان الداتا لينك لاير دو ذا سيم جاب، بتاخذ الفايل المسج وبتاخذ الهيدر فايل وبتاخذ شو قلنا؟ والتريلر. تريلر الان اذا كان الماتش معاهم فبتعمل اكستراكت للتريلر وبتعمل اكستراكت للهيدر فايل وبتوديها للنتورك لاير. النتورك لاير كمان بيقارن وبرفعها لفوق للترانسبورت لاير، ترانسبورت لاير برفعها لفوق، والابلكيشن لاير بتعمل اكستراكت للهيدر. وشو بضل عندنا؟ بضل عندنا المسج الاصليه اللي هم ذا يوزفول انفورميشن، اللي احنا كل اللايرز هذا وكل الشغلات مشان نوصل هذه المسج من السندر للريسيفر in the right way، وبدنا الرسيفر المسج هاي توصل للريسيفر يعني to the right receiver مش ريسيفر ثاني. اوكي هذول بدنا نحفظهم اللي هم TCP/IP protocol suite 5 layers، نبداهم من تحت او من فوق، من الفيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، والترانسبورت لاير، والابلكيشن لاير.
any questions for now? No questions? All right. Then to show the layers in the TCP/IP protocol suite, they are involved in the communication between the two hosts. قلنا the two hosts ممكن يكونوا computers, ممكن يكونوا routers, ممكن يكونوا two switches. ماشي؟ لأن we assume that we want to use the suite in a small internet made up of three LANs اللي هي as shown in this figure. فلاحظوا إنه هذا source اللي هو sender وهذا destination اللي هو B. الآن السورس في 5 layers احنا بنشتغل على ال TCP/IP protocol suite. لاحظوا العنوان من فوق communication through an internet. معناته الانترنت شو بتستخدم؟ تستخدم ال TCP/IP protocol suite. استخدم ال TCP/IP. Alright. Then the source of the transmitter في 5 layers. The application layer, transport layer, network, and data link. لاحظ المسج جاي up to down. From the application to the transport all the way to the physical layer. لأن في عندي بالطريق في عندي intermediate devices اللي هم السويتش والراوتر والآن في عندي another switch. الآن السويتش بيهمهوش الابليكيشن والترانسبورت والنتورك لاير هو لأنه بيوجه يعني مقسم فهو بحاجة إلى معرفة التوبولوجي تبعت النتورك بحاجة إلى شو أنا بشتغل point to point بحاجة إلى أني أعرف شو هو الترانسميشن ميديم فبيهمه الفيزيكال وبيهمه الداتا لينك لاير الراوتر بيهمه النتورك لاير إذا نلاحظ إنه بالترانسميتر هلو كانت فيها 5 layers هاي فيها 5 layers هاي فيها 5 layers الآن الراوتر في 3 layers link 1 إذا كان switch في 2 layers أوكي الآن بدنا نتعرف على the duties of each layer يعني شو هي المشن for each layer. Alright, من نشوف أول شيء the physical layer. لأن الphysical layer لأنها طبعا احنا بنحكي عن الترانسميتر وعن الريسيفر جاي المسج هيك راح تيجي. فالphysical layer بمعنها قريبة من الترانسميشن ميديا. هي راح تحدد لي what is the type of the transmission medium كمان لأنها قريب transmission medium وبده يحدد لي كمان هل transmission medium هذا between the receiver and the transmitter هل هو point to point ولا multi point بدها تحدد كمان هل the type of the topology of the network هل النتورك mesh topology ولا bus topology ولا ring topology الفيزيكال لاير بترسل بت باي بت يعني مرة بترسل 0 مرة بترسل 1 مرة بترسل 0 إذا هي بترسل individual bits again the physical layer is responsible for the type of the transmission medium the type of the network topology and it sends individual bits Now, data link layer صارت ترسل frames. الفريم اللي هو مجموعة من البيتس. Okay. Data link layer فيها trailer. هذا trailer مسؤول عن الflow control ومسؤول عن الerror control. يعني إذا صار في error بين ودينا message. ما وصلتش للريسيفر فهي بتعمل ديتكت للايرور ولما تعمل ديتكت للايرور فانا صار في عندي ايرور اذا بدها تعمل كوركت للايرور كيف تعمل كوركت للايرور بتقول للترانسميتر انه هذا المسج تبعتك ما وصلت فهو بيعمل ريترانسميت
للمسج. النتورك صارت ترسل داتاجرام او باكيتس، الترانسبورت برسل سيجمنت، والابليكيشن برسل المسج كامل. So after understanding the concept of the logical communication, لما نقول logical communication معناته imaginary layer، يعني هو layer كأنه هاللاير مش موجودة، يعني بين بس هي logical communication. وزي ما حكيت إذا بدي أرجع هون بقول إنه الابليكيشن layer اللي موجود هون هو بفهم عليه الابليكيشن لاير اللي موجود هون، ترانسبورت لاير بفهم عليه ترانسبورت لاير. هل الابليكيشن لاير بفهم عليه ترانسبورت لاير؟ لا بفهمش عليه ترانسبورت لاير. وزي ما حكيت بالسيشن اللي قبل بمثلها، بنقول الزلمه لما يكون متجوز صار له 20 30 سنه فبصير يفهم على زوجته وزوجته تفهم عليه، وبالاحرى هو يفهم على زوجته. فلما يكونوا مثلا طالعين في مكان معين وتطلع عليه بعيونها فمباشرة بعرف انه بدنا نروح، بدها شغلة، بدها كذا. طب كيف العيون فهم على العيون بدون ما تحكي بدون ما اشي، مع انه صار في سيجنالينج وحلل لها بالدماغ ومشت بالامور؟ لان نفس الاشي احنا بنقول الابليكيشن لاير بس بتفهم عليها الابليكيشن لاير، الفيزيكال لاير بس بفهم عليها الفيزيكال لاير، لانه في رولز متفقين عليهم، في بروتوكولات متفقين مع بعضهم البعض. اوكي راح نحكي هون لانه بنقول التي سي بي اي بي بروتوكول سوت راح يكون يعني موجود بكل جزء من الكتاب. We come back to the duty of each layer in the next five parts of the book. راح نحكي عنهم بالتفصيل. Encapsulation and the decapsulation اللي هي يعني تخيلها كبسولة واللي في جواتها أيوة اللي هو يعني كبسولة وجواتها باودر اللي هي حبس الدواء وجواتها باودر اللي هو التغليف زي ما حكى. فاحنا بنقول encapsulation كأنه زي التشفير، يعني احنا بنقول عندنا 8 بت وجينا ارسلنا 13 بت واتفقنا مع بعض انه هذول الخمس بت مش موجود ذات، فكأنه احنا قاعدين بنعمل عملية تشفير. إذا encapsulation زي ما حكيت أنا قبل شوية، لاحظوا إنه الفور هاي header at the transport layer، الثري هي header at the network layer. والheader قلنا شو بنحط فيه؟ بنحط فيه الادرس للسورس ولا destination layer. Addressing, and we have four kinds of addressing, four types of addressing. كل ما زاد الادرسنج كل ما تأكدنا انه this message will go right to the destination. لما بحكي بدي اودي مسج من محمد الى محمود، ودينا هذا المسج من محمد الى محمود. طب محمود مين؟ في عندنا مليونز اسمائهم محمود، لكن لما نقول بدي اودي هذا المسج من محمد الى محمود اللي بيشتغل في الجامعه الالكترونيه او السعوديه الالكترونيه، فالمسج راح تروح او الرساله راح توصل للجامعه. لكن مين محمود؟ في اكثر من محمود في الجامعه. لو قلنا انه هذه المسج بنوديها من محمد الى محمود اللي بيشتغل في الجامعه السعوديه الالكترونيه اللي موجود في كليه الحوسبه وتقنيه المعلومات، يعني صار شوي we limited the name of محمود للحوسبة بس. الآن لو قلنا اللي موجود في مكتب 100-2022 معناته احنا هون حددنا بالضبط. اذا بقول كل ما زاد الادرسنج كل ما زادت the probability انه the message will go right ل destination. الآن عندي في four types of addressing في الphysical address ورح نحكي عنه بالتفصيل، وفي عندي هذا موجود بالفيزيكال لاير، وفي عندي اللوجيكال ادرس، وفي عندي البورت ادرس، وفي السبيسيفيك ادرس.
هنا every layer has its mission. زي ما حكيت ال physical layer ترسل individual bits. ال data link layer بترسل frames. ال network layer بترسل packets أو datagrams. ال transport layer بترسل segment. وال application بترسل message. فبنلاحظ إنه المسج هي كل المعلومات، يعني ممكن تكون عندنا مثلا هذه 1 مليون بت. الآن السيجمنت ال 1 مليون بت هاي بنقسمها إلى سيجمنت، مثلا نقول بنقسمهم إلى 1000 بت. الباكيتس أو الداتاجرام ال 1000 بت نفسه بدي أقسمه كمان إلى مثلا 32 بت. الفريم بدي أقسم الباكيت إلى أقل، فبقسمه مثلا إلى 8 بت. وكمان ليتر أون في كلاس أو في تشابتر كامل بحكي how we do the frames إذا كان fixed size frame أو variable framing. أوكي إذا ال addressing لما نقول name معناته هذا specific address. Port في عندي port address، في عندي logical address، وفي في عندي اللي هو ال physical address ال link layer address. Okay. Multiplexing and demultiplexing. بما أن TCP/IP protocol suite uses several protocols at some layers، يعني اللاير الواحدة ممكن يكون فيها several protocols، أكثر من protocol. We can say that we have multiplexing at the source and demultiplexing at the destination. شو يعني multiplexing وشو يعني demultiplexing؟ المultiplexing إذا كان عندي one line وهذا ال one line هاي في عندي A مرسل وهذا عندي B مستقبل. الآن إذا كان عندي بس point to point إيش داعي لmultiplexing؟ الآن إذا كان عندي أكثر من مرسل، في عندي three أكثر من مرسل، فبحاجة هون إلى إشي نسميه المالتيبلكسر. لأن المالتيبلكسر بيكون إله ملتي إنبوت، لكن بيطلع لنا ون أوتبوت. طب كيف بيطلع الون أوتبوت؟ in different ways. واحدة من الways اللي بيشتغل فيها المالتيبلكسر إنه هذا اللاين أو هذا الشانل بيقسمه إلى تايم شير. فكيف بيقسمه إلى تايم شير؟ بيقول أنا في عندي three transmitters. بقول له انت قديش معك؟ بقول انا معي 32 بت. طيب ب 5 seconds او 5 ملي seconds قديش تقدر ترسل؟ بقول له برسل 3 بت، فارسل 1 1. الان بعطي الدور للي بعديه، ارسل 1 1 0. اللي بعديه ارسل 0 1 0. الان خلص برد برجع لاول واحد. الان بعد فتره معينه بلاحظ انه هذا الشانل موجود عليه كل المعلومات من ال 3 transmitters بدون ما يكون في كولاجين. لكن لو ما كان في كنترول، لان المالتيبلكسر هو اشتغل as a control، لو ما كان في control راح يكون في collide وراح كل المعلومات تضيع. زي ما حكينا انه عندي اشارة وبدهم يستخدموا ثلاث اربع سيارات، فاذا كان ما في عندي اشارة ضوئية وكلهم بدهم يستخدموا at the same time فبصير في collision والسيارات تضيعوا. ونفس الاشي هون احنا المعلومات تضيع. الان في الجهة المقابلة في اشي اسمه demultiplexer، يعني demultiplexer بيكون له one input لكن multiple output. إذا multiplexing in this case means the protocol at a layer can encapsulate a packet. شو يعني encapsulate a packet؟ معناته أخذ كل المعلومات من several transmitter. What demultiplexing معناته this protocol can decapsulate and deliver a packet from several layers. لاحظوا انه المالتيبلكسنج في بيشتغل فيه اكثر من بروتوكول. مثلا عندي ال FTP بروتوكول، عندي ال HTTP بروتوكول، DNS بروتوكول، ال TCP، ال IP بروتوكول، ال UDP بروتوكول. ونفس الاشي في دي مالتيبلكسنج at the destination. اذا اشتغلت هون على ال IP بروتوكول معناته هون بشتغل على ال IP بروتوكول. اوكي بس the difference between multiplexing and demultiplexing. And demultiplexing do the
the opposite job for multiplexing. Multiplexer إله many inputs لكن one output. Demultiplexer إله one out, one input and many outputs. Okay. الآن حكينا عن TCP/IP protocol suite وهي اللي بتتكون من من 5 layers. فبعض الريسيرشرز قالوا TCP/IP protocol suite اللي هو very complex protocol. فقالوا ليش ما نشتغل على simple protocol ونحسن على TCP/IP protocol suite. فقلنا البروتوكول شو معناته؟ معناته انه في عندي rules have to applied on both the sender and the receiver and all intermediate devices. Alright, فال OSI model في عندي شيء اسمه الISO. Previous lecture حكينا انه في عندي protocol وفي عندي standard. قلنا البروتوكول هو مجموعة من الرولز طبقناها على شيء معين وكانت تمام. فاجت organization وعملت adapt لهذه البروتوكول وسوته standard. الISO هي واحد من الorganization اللي بتعمل standard. اذا the ISO is the organization لكن ال OSI model is different. هذه شغلة تانية مختلفة عن ال ISO. فال OSI model هو اسمها Open System Interconnected. فال Open System Interconnected هو model او protocol عملوه ال experts او researchers مشان to simplify the TCP/IP protocol suite. فال OSI model قالوا احنا بما انه هذاك بتكون من 5 layers اللي هم الphysical data link network transport and application. قالوا هذا الـ OSI model مشان احنا نحسن البروتوكول نحسن الـ layers ونعمل simple للـ communication بدنا نعمله 7 layers. فشو اضافوا هون اذا بتلاحظوا الphysical layer موجودة الـ data link layer موجودة بالـ TCP/IP النتورك لاير موجودة بالTCP/IP ترانسبورت موجودة الآن السيشن والبرزنتيشن هذول التنتين مش موجودات الابليكيشن موجود في TCP/IP بروتوكول سوت إذا أضفنا two layers اللي هم السيشن لاير والبرزنتيشن لاير السيشن شو معناته؟ معناته فتح حوار يعني ممكن هون نعمل ديالوج يعني نخلي ترانسميتر والريسيفر يعملوا ديالوج نعملوا نيجوشيشن بين ذم انه قبل ما نشتغل وقبل ما نعمل كوميونيكيت وذ ايتش اذر خلينا نتفق على البروتوكول اللي احنا بنشتغله مثلا ممكن يقولوا انا بدي بيني وبينك نعمل اوثنتيكيت بروتوكول يعني لما بدك تحكي معي بدك تعطيني اليوزر نيم والباسورد تبعك او لما بدك تحكي معي بديش منك لا يوزر نيم ولا باسورد اذا هذا السيشن البرزنتيشن لاير كمان لها جوب اللي هي صارت تعمل انكريبت وديكريبت ونعمل كومبريشن للداتا ونعمل ديكومبريشن طبعا كومبريشن بالسندر وديكومبريشن بتكون بالريسيفر اذا بتلاحظوا انه زدنا تو لايرز يعني زدنا بدل ما نعمل سمبل شو سويناه زدنا الشغل شوي زياده طيب مين احسن ال OSI model ولا TCP/IP protocol suite model خلينا نشوف ال versus between them then when we compare the two models we find that two layers the home session and the presentation are missing from the TCP/IP protocol suite then these two layers added to the OSI model and the application layer in the suite اللي هو TCP/IP protocol suite لأن لما نقول TCP يعني لما نقول suite معناته TCP/IP protocol suite لأن the application layer in the suite is usually considered to be the combination of three layers لأن مين اللي بيشتغل شغل session مين اللي بيشتغل شغل presentation بالTCP/IP protocol suite اللي هو
الابلكيشن لاير. فزي ما انتم شايفين هون انه الفيزيكال تشتغل نفس شغل الفيزيكال، الداتا لينك تشتغل نفس شغل الداتا لينك، the network do the same job، transport do the same job، لكن بالسوت TCP/IP protocol سوت the application layer تعمل الجوب تاعت السيشن، تعمل الجوب تاعت البرزنتيشن، وبتعمل الجوب تاعت الابلكيشن. هون راح نستخدم several application protocols. في transport layer راح نستخدم كمان several transport protocols. في network اللي هو مشهور بالنتورك اللي نستخدمه الـ IP and the helping protocols for the IP. في data link والphysical layer نستخدم الـ underlying LAN and WAN technology. طيب لحد هون ما عرفناش مين أحسن الـ TCP ولا الـ OSI model. الآن بعد ما جربوا الـ OSI model اللي هو بتكون من 7 layers لاحظوا إنه في lack of OSI model success. And the OSI model appear after the TCP/IP protocol suit. And most experts were at first excited and thought that the TCP/IP protocol suit راح يتبدل كليا by the OSI model. And this did not happen for several reasons. And several reasons, كتار reasons اللي هو بدنا نعمل free, which are agreed upon all experts. شو هن الريزنز اللي احنا رح نتفق عليهم او الاكسبرت اتفقوا عليهم وقالوا انه TCP/IP protocol suit is much better than the OSI model. يعني من تعمل لك منه مثلا لما بتعطي مثال زي ما حكينا احنا قبل شوي بالمثال بدي ودي رسالة من محمد الى محمود اللي بالجامعة السعودية اللي بالمكتب الفلاني اللي بالغرفة الفلاني المكتب الفلاني. لأن لو جيت انا قلت اللي بالجامعة السعودية اللي بالمكتب الفلاني اللي بالغرفة الفلاني اللي بقعد على الكرسي الفلاني اللي جنبه الكذا الفلاني، فانا هيك بزيد من تعقيدات المسألة. وهذا ما صار مع الـ OSI model اللي هي صار فيها شوية صار فيها كومبلكس بالنسبة للـ TCP/IP protocol suit، واللي اشتغلوا عليها بعض الريسيرشرز مشان يبدلوا، يعني كان الهدف منها انه to simplify the layers، بس صارت بالعكس هي عملت كومبلكس للايرز بدل ما عملت لها simplification. Any questions for now؟ No questions. طيب تمام، خليني بس اخذ الغياب والحضور بعد اذنكم. I save participation list و CMR 11388. اوكي، هاي المحاضرة مسجلة، فاللي بده يعيدها يعني ممكن انها تكون موجودة. بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. اعتقد انه هيك احنا this is the last slide، وان شاء الله بنلتقي on Sunday بنفس الموعد. if no questions الله يعافيك وبارك فيك، الله يعافيك وبإذن الله ان شاء الله نلتقي. الله يعطيكم العافية. Yes you can. الله يعطيكم العافية. يعني we still have 5 minutes، بس اللي إذا ما في أسئلة يعني you can leave. Alright. ما في مشكلة.
مش مشكلة. بس إذا في عندك أي استفسار يعني ممكن أنت المحاضرة مسجلة ممكن أنك تشوفها، وإذا في عندك أي استفسار تجيني بالأوفيس أورز أو بالنكست لكتشر إن شاء الله. Recording stopped.